بالنسبة للليبرالية، احنا بالمملكة العربية السعودية من الجيد اذا كان عندنا فكر ليبرالي ولو بسيط، لانه لاحظ المملكة العربية السعودية المجتمع السعودي بالذات ما قبل الصحوة، او ما يسمى بالصحوة، انا اسميها الغفوة على فكرة، ما قبل الصحوة وهو طبعا مجتمع مسلم، وكان مجتمعا مسلما مسالما متعايشا مع غير صحيح، جاءت الصحوة وأخذت تضخ به أفكار الكراهية ورفض الآخر وعدم موالاة الآخر، حتى نشأ جيل كاره لكل شيء، كاره للآخر سواء الآخر الأجنبي أو الآخر الاجتماعي وكل هذه الأشياء. فعندما يبرز تيار ليبرالي، طبعا حاول الجميع تشويه مفهوم الليبرالية، مع أن الليبرالية مفهوم جميل لا تعني ما يقولون، طبعا هم يصنفونها فساد أخلاقي إلى آخره، فهذا على الهامش. يعني لو كانت الليبرالية بهذا الشكل، كيف استطاعت أمريكا ولا أوروبا أن يسيطروا على العالم بليبراليتهم هذا؟ كيف أصبحت أمريكا والغرب عموما هو الملجأ لكل من عانى اضطهادا في بلده فذهب هناك ومنح حقوقا؟ صحيح في أشياء معينة وهذا، لكن الليبرالية تحكمها ثقافة المجتمع أيضا. فنرجع لموضوعنا، من الجيد لو كان هنالك نبتة ليبرالية في مجتمع بهذا الشكل، عانى من الصحوة الشيء الكثير، وعانى من الحقن الديني المزيف، أقول لك عانى منه الكثير، من الجيد أن يكون هنالك نبتة. هل هنالك تيار ليبرالي في المملكة؟ فيه، ولكنه ما زال ضعيفا وما زال ينمو، ولكن المستقبل أنا باعتقادي له. لماذا؟ لأن الليبرالية تتسع للجميع كما هي متسعة للجميع في أوروبا، في أمريكا، في غيرها.